أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر نيل، حيث واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعملية بيع من المستثمرين العرب وسط حركة تداولات متوسطة. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 54% ليبلغ مستوى 8489.4 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 1.34% ليسجل 450.25%. كما خسر مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 91% من قيمته ليصل إلى مستوى 950.4. وشملت التراجعات مؤشر EGX 20 محدد الأوزان النسبية الذي انخفض بنسبة 1.14% مسجلا 8617.1 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع البنوك الأنشط القائمة بنسبة 23.9%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 18.8%، وجاء قطاع الخدمات المالية ثالثا بنسبة 17.7%، بينما حل قطاع الاتصالات رابعا بنسبة 15.3%. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 68.9% من إجمالي التعاملات، كما اتجه الأجانب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 18.3% من التعاملات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع وحصلوا على نسبة 13.88%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 30.9% من التعاملات، في حين حازت المؤسسات على نسبة 69.90% من التعاملات واتجهوا للشراء. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 8.74%، تلاه سهم مصر للألمونيوم بنسبة 3.8%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 2.72%، يليه سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 1.36%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم رواد للسياحة بنسبة 8.66%، ثم سهم جي بي أوتو بنسبة 6.56%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.20%، ثم سهم ليسكو مصر بنسبة 5.83%. وللمزيد من المتابعة حول أداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال. أستاذ عيسى، يعني كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم في ظل هذه التراجعات؟ يعني هو أهم ما يمكن أن نقوله اليوم أن حجم السيولة اليوم أفضل من الأمس بكثير. بالأمس كان يعتبر أفقر أيام هذا العام 148 مليون جنيه كان حجم التداول. بالأمس النهاردة تجاوزنا 375 مليون جنيه، وده أفضل حتى من أول أيام رمضان يوم الخميس الماضي كنا 351 مليون. أما تراجعات اليوم يمكن الواحد يعزيها لأنه ممكن تكون دي الفرصة الأخيرة للمبيعات الراغبة في دخول طرح إعمار، لأن تسوية مبيعات اليوم هتكون يوم الأربعاء، وكما هو معلوم طرح إعمار هيغلق يوم الخميس، بمعنى أنه ممكن هذه التراجعات يمكن تكون تجد حدا لها اليوم، وممكن الغد نجد في عملية استعادة للاتجاه الصاعد إن شاء الله. طب أستاذ عيسى، يعني هل انتهاء السنة المالية وقرب انتهاء هذه السنة المالية هل له تأثير أيضا على أداء البورصة المصرية؟ يعني ممكن يكون بعض الجهات لها، يعني بتحاول تقفل مراكز تفتح مراكز، خصوصا إذا كان مثلا صناديق استثمار من عندها توزيع دوري لازم يعمل عمليات بيع عشان يحقق أرباح، إذا كان محققة لأرباح فبيضطر العمليات مبيعات تكتيكية يبيع ويعيد يشتري تاني عشان يقدر يحقق الربح، لأن طبقا لائحة الصناديق دايما بتفرض عليه أنه ما يبيعش غير من ربح محقق وليس من ربح دفتري.
يعني ايضا هل ترى ان السوق ما زال في انتظار يعني اخبار ايجابيه وانباء ايجابيه محفزه بعد ما سمعناه عن الغاء الضريبه ايضا، وحتى الان يعني ربما الضريبه لم تؤثر على اداء البورصه المصريه في هذه المرحله؟ هي المشكله اللي بتواجه السوق وذكرتها عندكم هنا في حلقه سابقه، انه عدم صدور القرار الرسمي بتعديل قانون الضريبه الارباح الراسماليه هو اللي بيلعب دور في الثلاث اسابيع الاخيره في ظهور الصوره اللي احنا شايفينها، لان المستثمرين وخصوصا الكبار منهم ما زالوا لا يعرفون متى سيتم، هل ستكون محاسبه ضريبيه عليهم من فعل صدور القانون ام ان التاجيل سيشمل الفتره التي سبقت ذلك. حتى الان لابد ان يصدر هذا القرار، خاصه انه كان هناك وعد يوم 17 مايو انه خلال ثلاث اسابيع هيكون صدر هذا التعديل، وللاسف تجاوزنا هذه المده وظل الوضع غامض على حاله حتى الان. فصدوره اعتقد انه هيلعب دور كبير جدا، لانه حتى يجعل حتى الاخبار الجيده اللي بتوصل السوق تؤتي اثرها وكل حاجه. يعني شكرا جزيلا الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال، أيضا وينضم إلي أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. يعني أستاذ محمد أيضا يعني كما استمعت إلينا، يعني ربما هناك يعني ما زال السوق ينتظر يعني أخبار إيجابية في المرحلة القادمة، أليس هناك أخبار محفزة أيضا في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي، أيضا في ظل المشاريع المزمع افتتاحها في شهر أغسطس المقبل أيضا، أليس ذلك يؤثر على السوق؟ اولا مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. والحقيقه السوق لا ينقصه الاخبار الايجابيه، السوق فيه العديد من الاخبار الايجابيه لكنه غير قادر على الاستفاده منها. السيوله منخفضه ويمكن في الايام القليله اللي احنا فيها دلوقتي اكتتاب اعمار له دور في سحب السيوله، وشفنا طبعا التغطيه الكبيره ليه 11 ضعف، واتوقع ان اكتتاب الافراد لا يقل عن ذلك بل ربما يزيد كمان بسبب انخفاض النسبه المخصصه لاسهم الافراد. يعني انخفاض السيوله اللي موجوده في السوق بيمنع السوق من انه يستفيد من هذه الاخبار الايجابيه. عندنا اخبار ايجابيه كتير يعني متخزنه لحد دلوقتي مش قادرين نستفيد منها. يعني مش عايزين نقول ان احنا محتاجين اخبار ايجابيه، لان احنا اوريدي عندنا الاخبار الايجابيه اللي السوق مش قادر يستفيد بيها. طب يعني اذا هذه السيوله التي تتجه الى اكتتاب اعمار، هل مع هذا الانتهاء من الاكتتاب سوف يعود السوق مره اخرى الى الصعود، ام ايضا ربما يستمر ايضا في الايام القادمه على هذا النحو؟ طيب يعني هو في المعروف ان الاتجاه بتاع السوق هو اللي بيبقى مسيطر على الاداء بغض النظر عن المحفزات، لكن يعني في ظل هذا الاتجاه الهبوطي مع رد الاموال المرتده من الاكتتاب واللي متوقع ان هو يحصل مع بدايه تداولات الاسبوع القادم، لابد وبالرغم من الاتجاه الهبوطي اللي في السوق ان يحصل رد فعل في السوق صعودي يعوض جزء من هذه الخسائر على اثر ارتداد هذه الاموال. تمام. نتمنى طبعا ان الاكتتاب يعني يصاحبه مزيد من السيوله المضخوخه من السوق، مش مجرد السيوله اللي اتسحبت من السوق هي اللي ترجع يعني. تمام. استاذ محمد ايضا يعني كان البعض يعول على الغاء ضريبه الارباح الراسماليه في ان تعاود مره اخرى يعني تاثيرها على السوق ويسترد عافيته مره اخرى داخل البورصه المصريه، لكن هذا لم يتحقق، تؤجلت الضريبه لمده عامين لكن السوق ايضا يبقى على حاله. هي حقيقة أستاذ محمد هي لم تؤجل يعني هي يعني تم الوعد بتأجيلها لكنها لم تؤجل، وبالتالي أثره كان على السوق سلبي أكثر من إيجابيته، والسوق ارتد إيجابا على أثر الوعد بالتأجيل، ولكن مع مرور الوقت ده بيمنع الثقة، يعني بيعمل نوع من عدم الثقة في السوق لدى المستثمر، فبالتالي بيكون رد فعل عكسي اكتر من الايجابي اللي حصل مع الوعد ده، خاصه كل يعني وعد رئيس الوزراء ما اتحققش، طلع بعد كده وزير الاستثمار بعدها بعد ما وسائل الاعلام تحدثت عن عدم صدور القانون التاجيل ووعد بصدوره خلال ثلاث اسابيع ولم يتم صدوره، وظهر ايضا الاسبوع الماضي وقال ان هيصدر خلال ايام قليله وبرده ما صدرش، فكل ده بيعزز حالة عدم الثقة اللي موجودة لدى المستثمرين. يعني بالنسبة أيضا أستاذ محمد يعني تقييمك لأداء المؤشر الرئيسي للبورصة، وهل هناك قوة دفع له في المرحلة القادمة أيضا في ظل هذه التراجعات التي شهدناها اليوم وأيضا خلال الأيام السابقة؟ يعني تقييمي ليه طبعا أنه هو بيتحرك في اتجاه هابط قصير الأجل،
والقوة الدفع الموجودة للأسف هي قوة دفع سلبية. وطبعا للأسف متوقعين هو ده يحصل يستمر على المدى القصير، والمؤشر النهاردة بيستهدف مستوى 8400 هبوطا على المدى القصير، و 8400 ده هو أحد مستويات الدعم. عندنا مستويات دعم عند 8400 و 8200، عندنا أيضا عند محاولاته للارتداد واللي نتوقع أن هي تحصل مع رد فلوس الاكتتاب بتاع إعمار، عندنا مستويات مقاومة عند 8580، ده أول مستوى مقاومة. حتى المستوى المؤشر الصغير إي جي إكس 40، مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، عنده مستهدف هبوطي عند مستوى 445 نقطة. تمام، يعني إذا أيضا المؤشر الثلاثيني أيضا أهم نقاط الدعم والمقاومة في هذا المؤشر. أهم نقاط الدعم هي 445 و441، ونقاط المقاومة للمؤشر هي 452 و458، دي أهم نقاط الدعم، وكلا المؤشرين يتجهان هبوطا على المدى القصير. ايضا يعني نلاحظ ايضا استاذ محمد ان هناك تراجع في احجام التداولات ايضا في البورصه المصريه، هل هذا يعود الى ايضا الى يعني سهم اعمار ايضا ام هناك اسباب اخرى تقف وراء هذا الامر؟ عندنا اسباب عديده، يعني من ناحيه الاخبار طبعا سهم اعمار ساهم في سحب السيوله. طبعا امبارح حضرتك لو تابعت جلسه امبارح حجم التداول في السوق كان 150 مليون جنيه، وده رقم يعني شديد التدني، رقم هزيل لتداولات السوق المصري. عندنا ايضا شهر رمضان الكريم واللي بيشهد انخفاض ساعات التداول لساعه كامله، عاده ما بيشهد نوع من التباطؤ في التداولات وتراجع في احجام التداول. بعيدا عن الاسباب والمحفزات الخارجيه للسوق، عندنا سبب داخلي جوه السوق وهو غياب الاتجاه. السيوله يا استاذ محمد بتيجي دايما مع الاتجاه الصاعد، يعني لما يكون السوق بيتحرك في اتجاه عرضي او بيتحرك في اتجاه هابط بتلاقي السيوله بتتراجع بشده، لان مفيش محفز لدى المستثمر لانه يتداول، فبالتالي بنشهد تراجع للسيوله مع الاتجاه العرضي والاتجاه الهابط، وده الحال اللي موجود عليه السوق في الوقت الحالي. تمام، الاستاذ محمد سعيد خبير اسواق المال، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا أيضا الأستاذ محمد وجيه خبير أسواق المال. يعني أستاذ محمد، يعني كما استمعت معنا إلى هذه الآراء، هناك وجهات نظر متعددة حول التراجع الذي يشهده أو تشهده أسواق المال داخل البورصة المصرية. يعني البعض يقول أن اكتتاب شركة إعمار هو الذي يسحب السيولة، يعني هل تتفق مع هذا الرأي أم أن هناك أسباب أخرى أيضا وراء هذا التراجع؟ طبعا هو اكتتاب شركة إعمار أكيد له تأثير كبير على السوق، لأنه الفترة اللي فاتت كان فيها نوع من أنواع التذبذب الشديد في حركة الأسعار صعودا وهبوطا، وجات فترة الشهرين الأخيرين كان فيهم هبوط متوالي بسبب طبعا كلنا فاكرين موضوع الضرائب أثر كتير، فصغار المستثمرين النهاردة بيبحثوا عن فرصة تكاد تكون مخاطرتها ضعيفة، فكان دايما بيبقى الاتجاه في الاحوال اللي زي دي الاكتتابات الجديده، على اساس انه دراسه التقييم اللي بتتعمل على سعر الذهب بتدي فرصه للمستثمر الصغير للامان ان الفلوس اللي هو بيدفعها في قيمه حقيقيه قريبه من القيمه الفعليه، وبالتالي فرصته للنمو بتبقى فرصه جيده والمخاطره بتكون قليله. فطبعا سحب السيوله بسبب الاكتتاب ده طبعا تأثيره واضح جدا في السوق دلوقتي. تمام. بعد الاكتتاب ما بينتهي بتعود طبعا جزء كبير من السيولة مرة تانية للتداول الشره، يعني بيبقى تداول سريع جدا، الناس بتبقى عايزة تلحق تعوض المراكز المالية اللي هي فقدتها بالبيع والتسهيل للانضمام للاكتتاب، فلما بتظهر نسبة التخصيص وبترجع يترد الأموال الزيادة للناس بيرجع حركة شراء كبيرة جدا عند الأفراد، وده بيعوض الخسارة اللي حصلت في فترة الاكتتاب مرة تانية. يعني أستاذ محمد أيضا لو تابعنا جلسة اليوم كان هناك بيع من جانب المستثمرين العرب أيضا، يعني ماذا تفسر لهذا البيع، عملية البيع أيضا، وتقييمك للمستثمرين المصريين وأيضا الأجانب؟ شوف، هو السلوك المستثمرين العرب دايما بيغلب عليه الطابع المتقلب، ودايما بيبقوا عكس اتجاه السوق، لانه المستثمرين العرب بيبقوا مرتبطين بجنب شغلهم هنا في بورصتنا المصريه ببورصات بلادهم في الخليج، وبالتالي اي حركه في البورصات الخليجيه بتؤثر سلبا وايجابا على حركتهم
في التداولات هنا هو بشكل كبير جدا، يا اما لتغطيه مراكز او للحاق بفرص محدده هناك، كل واحد على حسب الدوله اللي هو جاي منها وعلى حسب السوق اللي هو جاي منه، لانه معظم الناس اللي بيشتغلوا معانا هنا هو في بورصتنا المصريه هم عملاء اساسيين ولاعبين رئيسيين في بورصتهم الخليجيه، وبالتالي بنتاثر على طول سلبا وايجابا باللي بيحصل هناك. عموما العرب في فتره رمضان دائما ما بيشهدوا نوع من انواع التباطؤ شويه والهدوء الشديد جدا في بورصتهم، وبالتالي تركيزهم بيبقى عندنا هنا هو بيبقى عالي شويه، فممكن يكون في حركه البيع اللي احنا شفناها النهارده دي ما هي الا حركه بيع لتسهيل الاموال تمهيدا للشراء، او ربما كمان يكونوا هيدخلوا في اكتتاب عمار زيهم زي بقيه الناس. تمام. يعني أستاذ محمد أيضا يعني لو نظرنا إلى القطاعات المختلفة داخل السوق أيضا في البورصة المصرية نجد أن قطاع البنوك ربما هو في تصاعد، هناك يعني 24% من التداولات تقريبا كانت لهذا القطاع، وربما سحب البساط أيضا من قطاع العقارات. تقييمك لهذا القطاع ومستقبله في المرحلة القادمة؟ شوف، قطاع البنوك وقطاع الاستثمارات المالية باستثناء البنوك هم طبعا الحصان الأسود اللي هيبقى في الفترة اللي جاية، وخصوصا مع مصاحبة افتتاح مشروع قناة السويس، لأنه المفترض أنه هناك دور تمويلي كبير للقطاع البنكي وقطاع الاستثمارات المالية زي البورصة وشركات التداول وشركات صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار في مصر، وكذلك شركات التأمين هياخدوا دور قوي جدا بعد افتتاح قناة السويس تزامنا مع بداية مشروع تنمية المحور بتاع قناة السويس، وبعد ما تكون مصر قدرت انها تحقق المصداقية مع العالم انها قدرت تحقق المشروع الضخم جدا ده في الوقت القياسي ده، والحفل الاسطوري اللي بيتمهد له دلوقتي ده هيكون بمثابة زي يعني اعلان ميلاد لدولة جديدة مصرية حديثة قادرة انها تواجه كل التحديات، ومع ذلك قادرة كمان انها تخطي بخطى قوية في مجال التنمية، وبالتالي القطاعين دولت اعتقد ان هم هيكونوا الحصان الاسود على مدى العام القادم بالكامل. فدلوقتي في مؤسسات كتيرة بتبتدي تكون مراكز مالية وكبار المستثمرين، وخصوصا في فترات الهدوء الموسمية زي اول شهر رمضان الكريم، وكمان مصاحب لاكتتاب كبير زي اكتتاب اعمار خلى ناس كتيرة تضحي بمراكزها المالية عشان تاخد الفرصة الاكثر استقرارا في الاكتتاب، وبالتالي في الاسعار دلوقتي مغرية جدا للشراء في قطاع البنوك. تمام. الاستاذ محمد وجيه خبير اسواق المال، شكرا جزيلا لك. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 490 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 540 مليون جنيه. تحت ضغط من عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين العرب، وصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات الاثنين وسط حركة تداولات متوسطة. مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 هبط بنسبة 54%، وتراجع مؤشر إيجيك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.34%، وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا لأخسر 91% من قيمته. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بلغ نحو 490 مليار جنيه بعد تداولات اقتربت من 540 مليون جنيه. خبراء ماليون أكدوا أن البورصة تعاني من غياب الأنباء الإيجابية الجديدة، فضلا عن تحول جزء كبير من سيولة السوق لاكتتابي شركتي أعمار العقارية والقلعة للاستشارات. وتوقع الخبراء عدم قدرة المؤشرات الرئيسية للبورصة الصمود عند مستويات الدعم ومواصلة الهبوط، ليستهدف المؤشر الرئيسي إيجيك 30 مستويات 8300 نقطة ثم 8100 نقطة، متوقعين أن يبلغ مستوى 7700 نقطة أن يكون هو نقطة الدعم الرئيسية التي تنتهي عندها موجة الهبوط خلال شهر رمضان، استعدادا لدورة صعودية كبيرة بعد العودة من عطلات عيد الفطر المبارك.
أهلا بكم مجددا، وأيضا ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذة مريان عزمي خبير أسواق المال. يعني أستاذة مريان، يعني أيضا كنا في اتصالات سابقة كانت هناك أسباب متعددة وراء التراجع وعدم يعني تحقيق طفرة في البورصة المصرية منذ إلغاء ضريبة الأرباح التي كان يعول عليها البعض ويرجع إليها السبب في هذا التراجع. في رأيك ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا الأمر في هذا التراجع، وماذا يحتاج السوق في هذه المرحلة كي يصعد مرة أخرى؟ هو في البداية طبعا السبب الرئيسي اللي الناس كانت بتعول عليه او اللي كانت بتعتقد ان هو السبب الوحيد والاساسي في تراجعات البورصة هو ضريبة الارباح الرأسمالية المفروضة على البورصة، وانا شخصيا اعتقد ان ده ما كانش السبب الرئيسي، انا كنت بصنفه السبب رقم 3. انا شايفة ان هناك احداث داخلية وان هناك سياسات اقتصادية داخل البلاد هي اللي عليها السبب الاكبر او العبء الاكبر من تراجع البورصة في الوقت الحالي. صحيح احنا ارتفعنا بعد الغاء الضريبة او تأجيل الضريبة على وجه الدقة، لكن الارتفاعات انا بسميها كان ارتفاعات عاطفية ما قدرتش ان هي تثبت فوق المستويات الطبيعية اللي منها نتخطى المستويات الهبوط اللي فات اللي هو انا بسميها 8800، ومنها نتخطى الى مستوى 9000 و9200 في المنطقة دي. لو قدرنا ان احنا نثبت عندها مع فترة زمنية قد تصل الى اسبوعين كده نكون خلصنا التراجعات. لكن حتى هذه اللحظات احنا ما قدرناش حتى نثبت فوق 8800 فترة زمنية طويلة. فهنا نرجع ونقول ان الاسباب الاقتصادية الحقيقية رغم ان في بعض المؤشرات هي الا ان الاقتصاديات الرقميات فيها بعض التراجعات، فيها بعض التخوفات من الارتفاع او الاسعار في خلال الشهر القادم او انخفاض نسبة الدعم اللي موجودة خلال الشهر القادم، فده فيه تخوفات كتير. حجم الاستثمارات اللي داخل البلاد ما يزال تحت المستوى المطلوب، فبالتالي ما اعتقدش هيكون في حافز كبير ما لم يوجد سيولة ويوجد تحفيز حقيقي للبورصة. فبالتالي اعتقد ان السبب الرئيسي اللي ممكن او الاجراءات الرئيسية اللي نقدر نقوم بها في الوقت الحالي هي اجراءات تحفيزية لدخول السيولة، خصوصا اني انا عندي الاسواق المحيطة فيها بعض النقاط الاكثر جاذبية وعندي انا اسباب اقتصادية ممكن نقدر نعول عليها او نقدر نحفز بها المستثمرين، خصوصا الاجانب اللي بيخرجوا من مصر الفترة اللي فاتت بنسب مش قليلة، نقدر نعيد دخولهم تاني في خلال الفترة القليلة القادمة قبل افتتاح قناة السويس. تمام، يعني أستاذة مريان أيضا، يعني افتتاح قناة السويس أليس هذا محفز أيضا للمستثمرين في إطار المشروعات الكبيرة التي ستكون هناك أيضا وتنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الموجودة، مشروعات التنمية أيضا المختلفة الموجودة، أليست هذا حافز للمستثمرين على الدخول إلى السوق وتشجيعهم مرة أخرى؟ هو المشروع ده في حد ذاته مشروع قومي، مشروع كبير، مشروع هيزود الدخل القومي للبلاد بنسبة مش قليلة، ولكنه مشروع وحيد. فإحنا ما ينفعش ان احنا اقتصاد الدولة نتعامل فيه بناء على مشروع واحد فقط لا غير، وأملا في انه بعد كده هيطور الدنيا. صحيح هو ده هيفرق في اقتصاد بلدنا كتير، ولكنه ليس الاساس، ليس الوحيد. فبالتالي احنا محتاجين مجموعة مشروعات اخرى زي هذا المشروع. اعتقد ان البدء في تنفيذ المشروعات اللي تم التعاقد عليها في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ هيفرق كتير قوي، لان كده هيكون في عدة مشروعات حقيقية ابتدت على الارض، الناس هتبتدي تخش فيها تشتغل، هتقل نسبة البطالة، هيزيد او هتزيد نسبة الانفاق، وبالتالي هيزيد نسبة الدخل القومي المحلي في الاخر، فبالتالي هيقل التضخم، يبقى فيه انتعاش اقتصادي حقيقي ناتج عن زيادة حقيقية في الناتج المحلي. لكن طول ما احنا بنتكلم على ان هناك مشروع واحد بس مهما كان كبير هو السبب الرئيسي اللي ممكن يرفع دخل الدولة، اعتقد ان هيكون دوت فيه نقطة سلبية مش نقطة إيجابية. والدليل على كده ان احنا بنتأثر بالاخبار الاخرى زي ضريبة البورصة والغائها، زي المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها، زي التوقعات بتاعت التصنيف الائتماني سواء كانت سلبا او ايجابا، كل ده احنا بنتأثر بيه. فده دليل على ان احنا اقتصاد دولة لا يمكن يقوم على مشروع واحد فقط مهما كان قوي. يعني ايضا يعني استاذ مريان، يعني ليس هذا هو المشروع الوحيد، يعني هناك مشروعات اصلا مرافقه لهذا المشروع ايضا في مختلف المجالات، هناك مشروع يعني الطرق، المشروعات الاخرى للتنميه في مختلف المناطق، الساحل، المثلث الذهبي، هناك مشروعات ايضا مختلفه اصلا في هذا المجال، يعني ايضا هذه مشروعات معاونه ايضا، اليست ايضا هي جاذبه لهذا الامر؟ ده شيء جيد جدا، ولكن حيز التنفيذ اللي دخلت فيه كل هذه المشروعات تعتبر بنسبه اكتر كتير قوي من
مشروع محور قناة السويس أو تنمية قناة السويس. النقطة الثانية المهم جدا ان لسه الانتاج الحقيقي بتاع كل هذه المشروعات ما دخلش الناتج القومي بتاع البلاد، فالناس لسه ما حسيتش بيها. احنا لو جينا نتكلم على المستوى الشعبي البسيط خلاص هنلاقي ان الناس بتعاني من ارتفاع اسعار حاد جدا، وخصوصا ان احنا بنتكلم ان مع الموازنه الجديده اللي فيها تخفيض نسبه الدعم مره ثانيه، فبالتالي وفقا للخطه بتاعه صندوق النقد الدولي، فبالتالي الناس عامله حساب كبير جدا لهذه التخفيضات في الدعم، يعني ارتفاع اسعار، يعني في نسبه تضخم اعلى، يعني السياسه الاقتصاديه اللي في البلاد قد تكون ان هي ماشيه بطريقه جيده ولكنها ليست الامثل في هذه الظروف. فبالتالي النقط دي مهمه جدا انها تتاخد في الحسبان، علشان كده الاجانب لما بييجوا يحسبوا ما بيحسبوش من نقطه واحده بس، اذا كان في مشروع او اذا كان في تصنيف ائتماني فقط هو اللي جيد، بيحسبوها من عده نقاط، فبالتالي يعني التوقعات او ادائهم بيكون مختلف شويه عن نظرتنا احنا قصيره الاجل اللي بنتعامل بيها المضاربين المصريين. تمام. يعني استاذه مريان، يعني اخيرا ايضا، يعني توقعاتك اذا لاداء السوق في الايام القادمه، هل سيستمر على هذا الوضع ام ربما نشهد ايضا تغيرات وتحولات؟ وايضا ماذا عن احجام التداولات التي تراجعت ايضا واحجام السيوله المتراجعه ايضا داخل السوق؟ انا يمكن ارجع واقول ان في نقطه مهمه جدا وهي نقطه ايجابيه صراحه، لما بتكون احجام السيوله قليله ده في حد ذاته بيبقى نقطه جيده مع تراجعات السوق. لا اتوقع ان السوق يشهد نمو كبير او طفرات سعريه في خلال شهر رمضان، بيكون في احجام في التداولات بنسبه كبيره، فبالتالي ما بيبقاش في امل كبير ان في خلال هذا الشهر الكريم يحصل فيه طفرات سعريه كبيره جدا، لكن ان شاء الله بعد اجازه عيد الفطر المبارك اعتقد اني مع دخول بعض السيوله الجديده نتيجه الاكتتابات ونتيجه المشروعات اللي دخول المشروع حيز التنفيذ او حيز الافتتاح، قد يكون ده محفز لي بعضا من الاجانب ان هم يرجعوا يضخوا تاني استثمار في مصر، فبالتالي يزيد نسبه السيوله. وهنا نقدر نقول ان نرجع تاني في نقطه مهمه، احنا لازم نطلع نقف عند مستوى 9000 ل 9200 في المنطقة دي أكتر من أسبوعين على الأقل، علشان نقدر نقول إن إحنا تخطينا موجة الهبوط الحادة اللي إحنا عايشين فيها بقالنا 4 أو 5 شهور، وبناء عليه يبقى قدامنا طريق سهل جدا لمستوى 11000 إن شاء الله في القريب إن شاء الله. يعني الأستاذة مريان عزمي خبيرة أسواق المال، شكرا جزيلا لك. وبكده مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج مؤشر النيل، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.